بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على السلطات اليونانية لوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء. مخابرات نظام الأسد تعتقل المراسل الحربي الروسي الشهير أوليغ بلوخين في سوريا، وصحفيون عسكريون روس يطالبون وزارة الخارجية الروسية بالتدخل لإطلاق سراحه. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول إن قوة بلاده قامت بتحييد 2874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق منذ مطلع العام الجاري بهدف تأمين حدود تركيا. الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا توقف بشكل مؤقت المنهاج المدرسي الذي أقرته وأصدرته قبل عدة أيام في ريف دير الزور على وقع الاحتجاجات الشعبية. قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يقول إن التهديد التركي بشن هجوم على مناطق شرقي سوريا لم يتجسد حتى الآن، ولكنه سينفذ إذا سنحت لهم الفرصة. قرابة 10 إصابات في صفوف المدنيين، بينها حالة بتر قدم لسيدة جراء القصف الروسي على منطقة المخيمات قرب معبر باب الهوى، وفق مراسل حلب اليوم.